نمبر 3 هي الانترا اكثيريال مالنوزز. ايه بقى انترا اكثيريال مالنوزز؟ يعني احنا بنتكلم بقى في الانتيريال، وده بيبقى حاجتين، يا بناين اكوايرد مالنوزز يا برايمري اكوايرد مالنوزز. طب ايه هو البناين اكوايرد مالنوزز او بنسميه بام بي ام؟ ده بيحصل في الدارتي بيجمنتد انديفيديوز، الكولر بتاعه بيبقى براون، اوكي؟ بيحصل في البالبر كونجكتايفا او في الليمبس ما بيجيش في الفالبر. يعني ايه ميلانوكراتوزس؟ دي حاجه مهمه قوي، دي one of the hallmarks بتاع القصه دي. ايه ميلانوكراتوزس؟ من اسم كده ميلانيزيشن ان دي كور، بالظبط. بتلاقي زي ريلو تراكس او تراكس موجوده بتروح من الليمبس توورد سنتر اوف الكورنيا، بيبقى فيها ميلانين، والهيستوباثولوجي بتاعه او لو بصينا عليه هنلاقي بنايم ابيرنج ميلانوسايتس along the basal epithelial layer. هل كلومبس او هاماتومز؟ لا، بيبقوا ديفيوز. تمام؟ بالظبط المنظر ده. زي حته كده بيجمنتد، وممكن تكون داخله على الكورنيا، طبعا مش هتبان في الصوره انها داخله على الكورنيا لما ابص في الست ده. ولما تبص في الهيستوباثولوجي هتلاقي البيزل فيها سيلز فيها بيجمنتيشن within the epithelium نفسه، مش بقى ميلانين سيلز او ميلانوسايتس هي اللي عامله ده، لا هي deposition of the pigment into the intra epithelial basal cells. طيب التاني بقى اسمه ايه؟ التاني اسمه primary acquired melanosis، وده الانتيتي المهمه بالنسبه لنا، وده الانتيتي اللي محتاجين يبقى فاهمينها كويس وعارفينها كويس، علشان ايه؟ عشان ده اللي عنده potential of malignant transformation. طيب ده بيحصل فين؟ عكسه بقى individual or light skin، الناس اللي هو اللي ممكن يجي لهم البرايمري اكوايرد مالنوزس. في ميدل ايج، في الناس يعني في الثلاثينات والاربعينات من العمر، اتس فلات ليجن اتس نوت ريز، وده اللي بيفرقها عن الليفاي اليلاترال، ما بقاش فيه سيستس، اند ات هاز هاير مالجنت بوتنشال. طيب المالجنت بوتنشال بتاعها ده بيختلف حسب الكلوك اورز، حسب عدد الكلوك اورز بتاعتها. كل ما بتزود كلوك اور كل ما بيزيد البوتنشال انكريز اوف مالينسي 7 تايمز. اوكي، الحاجه الثانيه كل ما زادت الباسكولاريتي، الحاجه بقى عاديه بتاعت التيومرز العاديه، كل ما زادت الباسكولاريتي كده البوتنشال اوف مالينسي انكريز زاد، مالتي فوكاليتي كذا حته بوتنشال زاد، ثيكنس هي المفروض تكون فلات، وانس ثيكنس زاد معناها ان في بروليفريشن بروبلي malignant transformation. And histopathologically the degree of atypia. هل هي من جوه بقى الباثولوجي بتاعها هي mitotic cells ولا mitotic cells فيها atypia؟ بمعنى ايه؟ دي كام drop hour؟ almost one or two، صح؟ دي one drop hour تقريبا، خلاص؟ طيب لما تبقى two clock hours يبقى 3.4، 1.7 بقى 3.4. طب لو هي 10 كلوك اورز، يعني لو واخده، لو انا الاتيبيا عندي واخده كل المنطقه دي 10 كلوك اورز، يبقى هضرب ال 1.7 في 10 بتبقى 17 تايمز. اوكي، يبقى كل لما الاقي التايم ده اكبر كل ما الريسك اوف مالينا ترانسفورميشن بتاعه اكتر. ليه؟ بديهيا ذير از ايه؟ التشو تشو لود اكتر او نمبرز اوف سيلز. البان without atypia the risk of malignant transformation بتاعه almost zero. يعني لما اخد دفعت الليجن ده وبصيت عليه وعملت له examination under the microscope لقيت الاثنين بيزل الاثنين لايرز ولقيته كده، يبقى زي زي البان، زي زي البنان اكوارمنت. اوكي، لكن لو لقيت بقى سيفير اتيبيا مايتوتيك سيلز بيزوفيليك فيهم مالجنت بوتنشال او مالجنت فيتشرز بتاعت الميتوب المالجنسي، ساعتها البروجريشن في الميلوما بيزيد قوي بيبقى 32%. طيب لو انا عندي خدت حته صغيره وعملت لها اكزامينشن ولقيت ان هي بتاعت، خلاص انا هعمل ايه؟ هعمل ايه العيان بتاع الكامل عادي لو ما عندوش اتيبيا؟ فولو اب، بعمله فولو اب ازاي؟ بنصوره دوكيومنتيشن اكزاكتلي، هو والنيفاي بنصور العيان، اوكي؟
ناخد الدايمنشنز بتاعتنا وبعدين كل مثلا 6 شهور نبص ناخد صوره ثانيه ونعمل الدايمنشنز. وطبعا قلنا الحاجات اللي بتعمل اللي عندها بوتنشال اوف مالينجنت ترانسفورميشن ساعتها على طول بقى ايه بقول ستوب هير، لازم ناخد عينه ثاني نبص عليها او ان احنا نبتدي نعمل سيرجري او الحاجات الثانيه بتاعت التريتمنت بتاعت الصفر. طيب لكن لو انا عندي لقيت ان في فعلا باب وذ اتيبيا ومحتاج واحتمال يحصل له مالينجنت ترانسفورميشن، اعمل ايه بقى العيان ده؟ سيجن وبعمل ايه ثاني؟ بس بعمل اكسجن ولا بعمل حاجه تاني؟ اوكي؟ دو كرايوثيرابي على المنطقه دي عشان لو في اي سنس ما طلعتش في الاكسجن بتاعتي او كانت سبوريديك احصل لها اعداد علشان ما يحصلش ايه؟ انذر ويف اوف بروليفريشن. نيجي بعد كده لايه؟ الماليجنال اوف كونجنتايفا. طب الماليجنال اوف كونجنتايفا ممكن تطلع في ثلاث طرق. نمرة واحد واهم واحدة هي on top of primary acquired melanosis، يعني انا عندي melanosis primary acquired اتكلمنا عليه ده طبعا with ولا without atypia with atypia خلاص atypia ويطلع on top of it تحول لايه malignant melanoma او النفاي، اي واحدة من النفاي قلنا اللي ممكن تقلب لmalignant الكومباوند ولا هي ولا السبتير ولا الجنكشن، الجنكشن اوف كومباوند اللي هي اللي فيها اللي موجوده عند الجنكشن بتاعها دي اللي ممكن تقلب. وممكن عيان ما يبقاش عنده حاجه خالص ويطلع له كونجنتايفا ميلانوما، طبعا ممكن مفيش حاجه مش ممكن، ولكن النسبه بتاعت دي اقل 15%. اوكي سو نسب اللي عارفينها 70% اون توب اوف بام، 15% اون توب اوف كومباوند جنكشن اوف كومباوند باي، والدنوفو 15%. منظرها عامل ازاي؟ هي نوديول باي نيكيد اي نوديول ويز فاسكولاريتي انفولفينج بارت اوف الكونجنتايفا. لما ابص بقى عليها بالباثولوجي الاقي ايه؟ سبندل او اكستيريورد سيلز معاهم مايتوتيك فيجرز اللي هي الكرايتيريا بتاعت المالجنت سيلز في اي حته ثانيه. ايدنتيفاي هيستوكيمنتلي بايه؟ بعملها بستيننج، بعمل ستيننج بالميلان ايرات والماركر. دي طبعا زي ما الشيف كان بيقول لكم حاجات اللي ممكن تصير في الافراسي اس او سواء في الام سي كيو او في الامتحان بيقول لك ايه الستينز اللي ممكن تصير، بس طبعا ما فيش لا ماما ولا هو هنا الموضوع بالميلان ايلاد والمارك. السبريد اوف مالينجنت ميلانوما ما بيحصلش عن طريق الهوماتوجينس اكتر، لا بيحصل عن طريق الليمفاتيك. وزي اي تيومر البروجنوستيك فاكتورز بتاعته هي السايت والثيكنس والدبث او السكيرت ديفيجن، يعني كل ما السايت بيكون فين بقى فين الحتت اللي ممكن يكون فيها السايت اوف مالينجنت ترانسفورميشن اعلى. ها فين السايتس اللي ممكن تلاقوا فيها حد يقول حاجه؟ الحاجات اللي عندها بور بروجنوزس هي الديفيوز، لو لقيناها في الفورنكس في البرانكل او في البرانكس دي السايتس اللي ممكن الاقي فيها حاجه ابنورمال، يعني لو لقيت حاجه في البرانكل او في التارسس او في الفورنكس الحاجات الهيدن من الاخر موضوع كده تبقى هي اللي عندها البوتنشال او مالينجنت ترانسفورميشن اعلى من الحاجة. ثيكنس كل ما هتدخل اكتر ولا كل ما هترفع هتبقى مور مالينجنت بديهيا كل ما هتدخل. وطبعا لو حصل ديب انفيجن للسكيرا تبقى انا ساعتها ابقى ايه تاني الكونجنتايفا ميلانوما الفاب 70% النيفس 15 والدينوفو 15 المنظر ده. طبعا الحاجه كمان الكاركترستيك الدبث اوف الكالر هي لما تكون فيري دارك بالمنظر ده وشايفين فاسكولارايزد ورايح لها في ذا فيسل دي تقلقني اكتر، ولا لما تكون فاتحه وكلير ومفيش اي في ذا فيسل وصل لها؟ طبعا لو انا دار اليفيتد وفاسكولاريتي عاليه وفي بلد فيسل يبقى انا طبعا ديفنتلي هفكر انه دي مالجنت اكتر من لما تكون ما عندهاش.
بقول والقلنا الكوانتيكال ميلانومز البور بروجنوستيك فاكتورز او الهايلي مالجنت بروجنوستيك كرايتيريا اللي هي تكون لارج اللي هي تكون ديفيوز او تكون بيرفورمنس او في الدراكتور او في الدراكتور. طب ايه السكندري اكوارد ميلانومز؟ السكندري يعني انه يحصل ديبوزيشن او ميلانين بيجمنت في حته معينه سكندري تو سيرتن ثينج. سكندري تو ايه؟ سكندري تو تروما، سكندري تو انفلاميشن، سكندري تو اكسبوجر تو سن، سكندري تو سيستميك كونديشنز معينه، سكندري تو تيومرز، ديجنريشنز، اور ميديكيشنز. اي حاجه من الحاجات دي ممكن تعمل ديبوزيشن اوف ميلانين في الكورنيتايبا وبالتالي تخلي حاجه شبه البرايمري اكوارد ميلانوزس او الدارك بيجمنتيشن ولكن فضل. لكن هي سكندري اكوارد ميلانوزس. اهمهم دفتي تيومرز. يعني التيومر بيكون طالع من حته ثانيه او من الكورنيتايبا ويحصل عليه ديبوزيشن اوف ميلانين. يعني كلهم مهمين بس التيومرز ان جنرال ار مور امبورتنت. مش بس التيومرز، ممكن تريجيوم مثلا تلاقي تريجيوم حصل عليه ديبوزيشن اوف ميلانين. يعني اي حاجه ساكن تبقى موجوده في العين ويحصل عليها ديبوزيشن اوف ميلانين او ميلانوسايتس مليانه بيجمنتس دي بتسمى سكندري اكوايرد ميلانوز. طيب وانا هفرقها ازاي؟ يعني هعرف ازاي الفرق بين برايمري وسكندري؟ ها؟ ايه؟ طبعا الكونسيبت بس انا بتكلم على الباثولوجي، انا بصيت على الباثولوجي وهفرقها ازاي؟ بديهيا كده هفرقها عن طريق ان انا الاقي البرايمري ديزيز. اوكي؟ انا هنا بلاقي البرايمري ديزيز اللي كان او المفروض يكون موجود وان توب اوف ات في ديبوزيشن اوف ميلانين. يعني التريجيوم هلاقي الكرايتيريا بتاعت التريجيوم في الباثولوجي وعليه كذا. هلاقي مثلا تيومر معين وات ايفر هو طالع منين في الكرايتيريا بتاعت الباثولوجي بس كمان بيجمنت. يبقى البرايمري ديزيز هو اللي هيقدر يفرق لي ما بين ده وما بين ده. طب ايه تاني كونتكتايف ديزيز ممكن نشوفها؟ الميتاستاسيس. هل الميتاستاسيس ممكن يجي في الكونتكتايفا؟ ممكن. ده منظر عيان، ده عيان حقيقي. قلبنا الديتس كده ولقينا المنظر ده، ولقينا ان العيان ده عنده ميتاستاسيس جت في الكونتكتايفا من طبعا منين بقى دي هتيجي؟ يجي منين حاجه زي كده؟ بالظبط لازم يا سكن يا اما حاجه يوفي لانه دي حاجه دارك بيجمنت فده حاجه عامل تيومر في حته بس الحته دي او الحته دي يعني التيومر ده از بيجمنت تيومر وبعد تنتسس الى الكونتكتايفا في المنظر ده. طب انا هفرق ده برضو ازاي؟ طب اخد منه هعمل ايه؟ اول حاجه لازم اعمل ايه هنا؟ بايوبسي صح؟ لما اخد البايوبسي وابص عليها الاقي ايه؟ زي اي البرايمري تيومر هو الموجود ما هوش من جاي بقى الكونتكتايف. انا ليه؟ يعني لو بريست كانسر عندي مثلا بعت لحته معينه وفتحت بلاقي ايه تحت هنا؟ بريست سيلز صح؟ مش كده؟ طيب نفس الكلام انا هنا لو انا خدت البايوبسي وبصيت الاقي ان الباثولوجي هنا از باثولوجي اوف ذا برايمري تيومر نوت ذا باثولوجي اوف ذا كونتكتايف او ذا فايت اوف ذا كونتكتايف اللي احنا متعودين عليها او اللي احنا درسناها. طب اخر حاجه اللي هي سيميليتنج ليجن. وات سورت اوف سيميليتنج ليجن ممكن تكون موجوده وتقول ان دي حاجه ريليتد للكونتكتايف ليجن او يعني حاجه في الكونتكتايف ابص عليها واقول ايه ده دي ممكن تكون كونتكتايف ليجن او حاجه سيميليتنج كونتكتايف ليجن. المنظر ده حاجه زي كده اللي هي اهم حاجه او المين ثينج از ذا اكسترا اوكيولر اكستنشن اوف ان انا يكون عندي انترا اوكيولر كورويدال ميلانوما خلاص وابتدى يحصل لها اكسترا اوكيولر اكستنشن بتاعت الروح الوسطيرة طلعت على كده المنظر ده من بره وبالتالي انا لو شفتها الاقيها ايه؟ المنظر ده ممكن افتكرها كونكتابل مين بس. طب افرقها ازاي؟ افرقها ازاي بكذا طريقه؟ افرقها الاول كلينيكلي افرقها ازاي؟ دي سوبرفيشال ولا دي؟ دي فيري ديب صح؟ دي عملت الروح الوسطيرة فدي جايه من تحت خالص هي يبقى انا
دي هتبقى عامله بالظبط زي في السكيلا والابسكيلا زي البيبس الغطا او الاقي قدام النمسا كويس. اجي احرك الرجلايه فيها تروح حرك عادي، لكن الليجن تحت مش هيتحرك لان ده موجود في السكيلا. وقلنا ان هي هتكون فيري طيب. وبعدين طبعا لما هفحص بقى جوه الفندس هلاقي البرايمري تيومر موجود لان هو ده اللي حصل له اكستنشن. ولما هاجي ابص لو انا اخدت الباثولوجي وبصيت هلاقي ايه هنا؟ الايه ده باثولوجي او بكتيريا؟ لان انا مش هلاقي باثولوجي او بكتيريا ده بخاف صح؟ هو الهول ايديا ان انت تبقى عارف البرايمري شكله عامل ازاي عشان لما تيجي تبص تحت الميكروسكوب تلاقي السيلز بتاعت البرايمري تبقى عارف هي جايه من هنا. اوكي؟ في أسئلة هنا؟